waxa maanta guud ahaan Soomaaliland gaar ahaan degmada Aalibada looga fadhiistay imtixaanka shahaadiga fasalada 4aad iyo 8aad waxana furitaanka imtixaanka goobjoogka maamulayaasha dugsiyada sare iyo hoose oo qaabilsanahay wasaaradda waxbarashada degmada Aalibada superfaysarada imtixaanka wada iyo maamulka dawladda hoose oo hoggaaminaya gudoomiyaha degmada Aalibada oo qoray waxa halkaas ka hadlay gudoomiyaha degmada Aalibada Ibraahin Aadan iyo maamulayaasha dugsiyada superfaysarada waxana kamid ah hadalladoodii سيدنا محمد الآل صاحب أجمعين وقرأت بني السلامي دمان أرضيضة دكس الشرية دكس الحبة يعني ما ملك إنه تشوقي مع اللي دمان تبقى سلامي ده مرك الله بعد دبت كل ما تبقى حين تشوقنا وحوليا سيدة مع اللي هذه دي شيء مرك أردت تارك وحوليا مرك أتبع من مهماتة إن لاد مرك مقال إذن الله يبضي اللي دهدو إن أرضي دكس الشرية وفوفوركا يئيرك كبحيا ما أنت هدي لا كدقو كل امتحانك وحوليا كل قفل ودى سيد وصود دالي سوس وخريم بمركب امتحانك هدي لا كدقو كل فضانية امتحانك شوريديس واحد كمبيرا مركز امتحانك عاد بلاب السان عرضي كستر هون لمبكي سينو بيقول بيقول دي سادو سيدو كلا عرضي كستر ينو صحيح مقا عيسا بو صحيح مقاش بوريه وقدر واحد كبلا مدق مدى الله يبضي امتحانك الشهاد ياها والسود عرورة الواحد نورة تينينا ان شاء الله يلي ودى قوليستان الله وطور رأي الله يبضي الله يلي ودى قوليستان ومبالا شاء الله وكان يقول جوليستي بنور سن عشاء الله. وحنا بلعبنا يا امتحان كي فصل كلامي تمناد يا فصل كستيداد ورنتي ما تا أو ما دمان جمهورية سومالنا ودان كبلعب يا رنتي وحنا نور شيء نارتة جمهورية سومالنا دمان تيد إني جوليستان كارهان كوبل كجبلي كخاصة تن تجمع دا الله بدي أنت هاي تاريخ ولاتن تبشي الحال يا فري لواتن كنو تيار كنو امتحان كي سنة تبشي كلام بدو كنيا فري لواتن لنا أرتيدا طمان أي الكيو فرقة مع عصير هرت إسكا سارة سوني أكيد أرتيك هم بعد جرانسا هوا يراتها ما هبنا تي هرت واحد جرانسا كشقي ساعة هرول كم شيء جاي طال إنك يبوق خفص مركا أبو أحبس مركا أبو دار مع عصير بلا هي وحرا هي حوم جرانسا دي أدوح هي ما دار يقول غدا رضو فريق ولا قاعد عبد قني محمود حسن عبد قني دارو تي في قرنكا دقم الله